بكم بهذا الفلوق الجديد، جديد من نوعه. اليوم لأول يوم راح أتعلم شلون أسوي لبلبي فديفور جدر. فقل شنو واحد يقدر يسوي من الجدر مع لبلبي فور؟ وهاي نصيحة لكم كلكم، جربوا ألعاب غريبة مضحكة بايخة أنتم تحكمون. أول لعبة، لأي إجتنا معلومات من البيت الأبيض إنه ترامب بخطر وما لقينا واحد غيرك إنه يحميه. أوكي سهلة. هاي أنا. واو باع الرباط شنه فوفو باع باع. سمع الطلقة. ها الرئيس راح. يلا نعيد. شلون شو لازم اسوي هسه؟ ها ها اوكي باع الشعر مالته. لا لا بس خل نسوي شوي. اي شوف مثل تعرف بيها باروكه باع. حتى اهل اللعبه يعرفون. بابا خليها عليه بودي جارد. انا من ايام قبل احاول ان اخذه بس اذا هو واقف بالنص. ايه شنو هسه؟ اوكي ها اوكي اوكي لحظه لحظه يمكن افتهمت. يس الله يساعدك. الطلقه سويت بي هاي لو داخل بيك صاروخ كان ايش سويت؟ هو الرئيس يعني شنو ما يعرف يتحرك بس يلعب بصوته 24 ساعة وينزل تويت. ايه حلوة. لا اتصور اصلا اي واحد محتاج حماية خاصة. ترى انا افتهمت تقريبا الفيلم صارت بيها درج كنس الدرج بلحيته. ايزين شو انزل يعني اذا يعثر؟ بسرعة بسرعة قوم 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 لك. وشوفه لا 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 ما أعرف يمكن ده يسمعني. أوكي 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 إيه 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 لكي 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 لا والثوى الهم يعتبر من المواهب يعني. يلا حبه يلا 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 ما بقى شيء ما بقى شيء. يلا 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 شايف الطفل من القناع ياكل. يلا يلا حبيبي يلا. يس هو ما البودي جارد فاشل. بودي جارد فاشل بس لو جايب لي غير شخصية كان جوز شديت حيلي. المهم نقلب على اللعبة اللي وراها. الآن بديت اشتم ريحة اللبلبي وده اسمع. اوكي روكيت فيست خلينا نشوف شنو هاي اللعبة. ها شنو؟ اووو لحظة افتهمت. هي اللعبة بمجرد انه تفتح بيبان. اووو حلت اللعبة. هلاو ده حس مركز بزالية. انت بالمركز دور على الطوبات. لحظة 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 لا لا اخوان استنوا نبلش نتعلم اللعبة على كيفكم. تعال تعال تحسوني. ركزوا لي على الموسيقى. تخيلوا ادخل بالقاعة بعرسي على هاي الموسيقى. ما ادري ايش حاط عقلي وياهم. ذا احس مسوي انجاز حبيبي بحياتي. صرت قوي بهاي اللعبة. يمكن راح اعزل الشركة مالتي وافتح برنامج بس على هاي اللعبة. الموسيقى كانها شوي تغيرت. هذا منو؟ لك انت منو؟ عمود تشجابك؟ والله اعطيك لبلبي والله بس لا بس اسمع مني لك لا تعذبني انا نقلب على اللعبه اللي وراها. ما اعرف بالضبط شلون اشرح لكم عنها بس انا راح اخذ شخصيه معزه. عجبتني انا الموسيقى على النهايه. جودفيل اوكي بلاي هنشوف شنو الفيلم. هاي انا لك هاي حلوه. هاي يمكن اختي. هاي ساندرا. اوه تقمز بعد. بعد شنو خل نروح نفول بنزين. لك شنو انت؟ لك انت مال عركات. هاي المفروض تحمي دونالد ترامب مو ذاك بس الطخه وقع. ها باربيكيو مو باربيكيو ما تعزموني ما تعزموا. ها
ده تحضني من ورا، ماذا افتهم بالضبط شنو حالة تسوي اخر لحظات بيومها؟ ده تشوفني؟ ده تشوفني؟ انا هنا وتعرف شو راح اسوي؟ تشون بالحيوانات، تشون بالدجاج وبالخرفان، انا اشويكم، انا اعلمكم من باب حقوق الحيوان يعني. واحد لازم يسوي شيء، اذا المعزة ما تدافع عن حقوق الحيوان. ها تريد تنتخب مو؟ شنو افكارك احسن من افكاري؟ انا انتخب. فانا يوم كمعزة حابب ارشح نفسي بال وزارة الصحة. خلي شوية بالتضعف. شوف ليش اقول لك لا تروح للجيم، الجيم خطر. ايه المعزة طائرة، خاف اكل بقرة ضاحكة. نجرب هاي الزحليقة لها. ايه بالشعر. بما انه فلوقات دائما بيها رسالة معينة، الرسالة اللي افتهمتها اليوم من وراء هاي اللعبة انه المعزة هم من بشر، المعزة هم عندها حياة، المعزة اذا تضغط عليها ممكن تسبب مشاكل بالمجتمع. واتمنى انه ما تعذبون المعازيز، المعاز معزانز مز شو اسمه. المهم هي يعني شو، فاللعبه جايه اليوم راح نبني جسور كلها احنا سوا. وبما انه انا هدفي بهاي القناه انه ابني جسر من قلبي لقلبكم، اليوم راح نتعلم شلون نبني بالحقيقه. اوكي هنا شنو عندنا؟ هذا جسر، حلوه ابو اللولك. شنو انت مبدع. اي قال لك المثلث يفيد بالجسور، زين جرب هيك يلا. لا 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 مو هيك مو هيك مو هيك. لا عيد 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 عيد. هاي جيبه هيك جيبه هيك جيبه هيك جيبه هيك جيبه هيك جيبه هيك واشطح بسرعه، عندنا هواي شغل. ها اي مو لازم تسندها من فوق. لا اي شوف هسه تفضل. لا 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 تشكروا لي. لا عادي عادي، غير على مود تروحون تسيرون على قرايبكم حبيبي. شاي اذا ماكو جسر. اوكي هنا صعبه شويه، هاي هيج وبعدين هيج وبعدين هيج. ادري الجسر هو لو تعلاقه اذا تبني لولو. اذا عندكم مهندس يقدر يساعدنا بهذا المشروع نكون ممنونين. وبعدين تبني من جوا. اوكي انا اتصور انه هيج يعني بدون اي شك انه الجسر ومر وفوت ومر تتدلل حبيبي تتدلل. ملك الجسور قلبي انا، الجسر الجاي اسوي بحلق واحد. تفتهم توجه تقويم يعني هيج، وهذا لازم يستخدم التقويم منه. واذا حبينا نضيف طبعا ايش احس روحي انا هسه برنامج مال اكل. يمكن افتهمت. هل انت مبدع يا لؤي؟ حبيبي حبيبي لك شنو انت؟ اللعبة الجاية طبعا هي لعبة بنت عن قصة حقيقية، قصة جدا مؤثرة، وبزونة وصلت للفضاء على قطعة جبنة، وعصابة مال بزازين ثانيين يردون الجبنة من عندها، فهي شنو تضرب عليهم بالليزر وهي فوق الجبنة وتغني جبناك بهاية آها. بعد خيل تروح للشغل مالتك علي الجبناية. هلا 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 شنو 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 صعاليات ولا كراس السنة خلصت على كيفك ويانا شو. وانا دا ألعب لأن جوعان، وحتى باللعبة ترى تاخذ من عندي الأكل. لكل الأطفال يتابعوني حتى تشوفون أن الحياة مو سهلة حبيبي. اللقمة من عندك ياها بإيدك خليها بإيدك، ناس تتكاتل على اللقمة اللي عندك ياها. انا ما اعرف بالنسبه لكم بس انا كلش علاقتي بهاي البزونه ده احس هيك محبوبه. هاي حتى يشوف اللي حلمه يوصل للفضاء، الفضاء هم قهر ها، وماكو واحد ما يريد ينكتبيك. جيبولي قائد الفرقه، جيبولي عم طلعوا احسن من عندنا الحيوانات واصل الفضاء واحنا بعدنا. متت. وهاي كانت اخر لعبه اليوم بالتسلسل مال الالعاب القصيره المضحكه، تقدرون تلعبوها على ما لبلي مخلص.
ما اخفى عليكم انه خسرت روحي كم مره بلعبه ترامب، بس خلوها بيناتنا حبايب، احبكم اموت عليكم باستمرار. دقل كل تعليقاتكم كتبوا لي جوا شنو تسوون هالايام هالاسابيع هالاشهر، خلي نعرف شويه شنو المود مالتكم، وكتبوا لي اذا هاي الفقره حلوه اذا تبون نطورها كلها احنا سوا. لا تنسون تشتركون بالقناه وتسوون حساب البي بيتكم على التليفون على مود تقدر تشتركوا بقناتي، وتروحون تدقون على الجيران تشتركون بالخفيه بقناتي على تليفوناتهم. وما بقى بس انه اقول لكم احبكم وموت عليكم، وهذا الفلوق راح ينتهي هسه.